Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Hidayat. Umur saya 19 tahun. Saya berasal dari Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalatil yahudu laysatil nasara 'ala syai'in wa qalatil وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم صدق الله العظيم.